ورئيس شرف المهرجان الاستاذ سمير صبري. انا حبيت اني اكون مذيعه وحبيت الميكروفون من العظيم سمير صبري، كان دايما هو المثل الاعلى بالنسبه لي، وكانت امنيه حياتي ان انا اقدم برنامج هذا المثل. فانا سعيده ان هو بيسلمني التكريم النهارده، وبشكره جدا، وبشكر طبعا رئيس المهرجان دكتور علاء، وبقول صديقتي الغالية جدا إلهام شاهين ألف مبروك وشكرا ليك.